الله ما راكم دايرين سكرين شوت. اولي سيداتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بيابوني في هذه الحلقه خفيفه اللي غادي نديروها على الكونفينمون، حاجه خفيفه هذا ما كان. اولا وليس اخرا عزيزي ذات المشاهدات، نقدم لكم حميد ومحمود، زوج قلابيس في راسي باسكو كنت صغير كنت نطيح بزاف على راسي، كانوا يعتقدوا بلي انني مختل، من الحمد لله طلعت بلي انني مختل 25% برك صباس، نسبه جنون خفيفه والقلب زهدي اثرت فيا. ثانيا عزيزي المشاهده، ايده وايده وطومين، احنا ما هذا الكونفينمون ايده، احنا ما نزهاوش ما نشطوش، احنا نبقى مقام لكم غير نتوما، واحد ياكل خفاش والعالم يخلص. الاولى جيستيس ابري سي فريكو، راني نشكي من التليفون ريحو في الدار جماعه، التليفون ريحو باسكو ضروري للسلامه تاعنا، مي طومينا. والانسان باغي يخرج يشم شويه وين يروح للجاردان يشوف مدام، انت ما عندكش مدام. ولي نفترض انا مختل 25% عندي العالم الافتراضي تاعي، يعني اون كوبل في العالم الافتراضي تاعي مع كيلي جينير. ايوا على بالي غادي يجي عندي واحد يقول لي وي مي فو بروفيتي من الكونفينمون، فو لير دي ليفر، فو ابروند كالكو شوز. شارب انا ضربته باد بويز هيركات وسيتهم كاع، قريت دي ليفر وطابيتو صندري لا من الدرجه وحتى يسقطوا لها الصباط. صاحبي طاح لها الصباط صاحبي، وجري يا صاحبي، تكوي 12 تاع الليل تاخذ شكون بك الخميس هذه ثاني ما تسواش تخرج 12 تاع الليل. علمت كالكو زان ستريمون هكا باش نخرج البالكون وزاهد دعوه كيما الطليان، الطليان يخرجوا البالكون بقى يغنوا كيما كان، قلت لهم فيهم في لا ميم شوز بوكوا با. شيرة شابة كده قطع عيني هم بلقين كده قطع وراها لاسقة كده قطع. هك تقايس على نزهو فيكم لا، هذا هك تقايس في هذا الثقافة، هذا هرا نزهو فيكم لا. زوج تواصي خضرين هاو ما بدلو لا كولر. ايو سي تفرجت لي سيري في نتفليكس اي فرونش مو تحت فواحد لي سيري شابين بزاف، باغمي لي ميغ سيري اللي تفرجتهم اللي جبو كونساي باش تفرجيهم هما هادو، باسكو فريمون سي دي سيري اللي كي تفرجتهم ديت منهم عفسه، ديت منهم كالكو شوز. شاف ما كنت تشوف والو باسكو ما تفرجت والو، اجيري تيليكوم ثقيله ما فهمتش انا الحيوان المفضل تاعك السلحفات باسكو واقيله انسبيراك. يجي لافاسي يقول لي المدير تاع شركه اجيري تيليكوم كي كان صغير ما دعت له، روح يا ولدي راك ناجح، روح يا ولدي الله يتقلم وزينك. قيل ثقيل ما ثقيل. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اليوم عندنا لقاء حصري مع مدير شركه انفصالات الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان الله. بدايه السؤال اللي نطرحه لك، كيف جاتك هذه الفكره في تاسيس هذه الشركه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بعد عدو بنا مش طراتي، انا الشركه تاعي هي شركه كشغل جايه. شركة يعني مختلفة باسكو كاع الناس دير انترنت خفيفة 5 جيجا 8 جيجا 4 جيجا 84 جيجا اوف بزاف، حنا قلنا نديرو انترنت ثقيلة باش نكونو ضد التيار، كيما قال لك غاندي يجري ضد التيار الرياح لان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، قالها غاندي هذي. بصح هذي ما قالهاش غاندي، او نديرو اسكو قالها بالانترنت ولا لا، نشوفو لا قالها سبحان الله. نسيت بلي الانترنت ثقيلة. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. والله يا جماعه طولنا بزاف هذا الكونفينمون، مادام كاين عباد ما راهمش يحترموا راهم يخرجوا في الوقت اللي ما لازمش يخرجوا فيه، هاد الحبوبه الكحله غادي يزيد ينتشر وحنا غادي نزيدوا نريحوا في الدار، وانا ما عنديش مشكله نشوفوا شهر شدت لكم شهر زاوج ندير لكم كولير ماني راني صايبو. سي فري كو الحبوبه الكحله هذه ما راهمش يهضروا عليها بزاف اليوم، يعني الهضره عليها نقصت، مي راه توجور كاين وراه توجور ينتشر بشكل مخيف، دونك ميم كي تخرجوا في النهار باسكو عندكم اوتوريزاسيون باش تخرجوا في النهار ريسبكتو لا ديستونس والعفايس. باغ اكزومبل هاد لا فوتو سي لا شين في بوفاريك باش يشيلوا زلابيه الفيروس بي لايك. اي هادو واقيلا راهم يبروفوكو فيا. الوي واه خلو لاشين والمريكان والطليان يرواحو جماعه، روحو هنايا يرواحو، واه راهم يبروفوكو فينا. سون توجور اوبليجي دو نو با ريسبكتي لي ريغ، ميم سي تقول لها الحاج ما تخرجش جيست بور لي زوبليكاسيون يخرج، ما يحاولش يفهم. شنو دير برا انت؟ قلنا ما تخرجوش مول خمسه؟ حضرت انا خرجت بور اون اوبليكاسيون هذا مكان. شنو هي الاوبليكاسيون تاعك؟ جا في خاطري طون. واحد راه تراك حاسبها هوليوود، رانا في الدزاير برك هذيك بالكوابيس والعفايس كيما راه. هولي شيت واه هولي. كيف انت دروك ما تعشمش ولا شاه؟ ام سوري بليز. كبير ومستاج وما يعشمش. تيري ولا خلينا مع هاد الدراري تيري وصاي. من كثر اللي رحنا بزاف هاد الكونفينمون تبدلنا فيزيكمون تبدلنا، لي طغوفل اللي قلع شعرها قلع، كي غادي نخرجوا خصنا لي بادج باش نعقلوا على بادياتنا.
اسمح لي صاحبي. تبال واحد صاحبي شري. سبحان الله والله لا هذا الراس مشي بعيد عليا والله لا شبه 40 مالك. يوسف؟ ما تقول ليش ورات. المتوحش كل يوم على ناسيونال جيوغرافي. لماذا تطير الغيوم والطيور؟ سؤالا يراودني. لما السماء تعلو فوق الأرض والبحور؟ سؤالا يراودني. إيه هذا رمضان طاح في الكونفينمون كيف سي دوماج باكو حلاوه رمضان في اللمه كي تخرج مع صحابك مور التراويح تصلي التراويح امام التراويح ما كانش كي حلاوه رمضان ما كانش كاع ابري كاين شي عباد اللي يلعبوها مستائين هما اصلا ما كانوش يصلوا صافي فوت رمضان في الدار ما نعرفش نصلي التراويح ماهوش ما نديروا راه علينا كاع هذه تما انا على الشيطان خويا هو يجيب لنا الفيروس للدار ولا في فرنسا ما خليتوش نحفظ الدرجه ميكرو قدن هكا خلاني نحفظ الدار طلقني خلينا نصلي التراويح اليوم نحل جوا ما عندي الفتوحات الاسلاميه خلينا نفرجوا واش يدير او هيا دلنا طوميشة شوميشة اي هايل هايل سوميشة زينت الجوا محل هو الحاج لما يتصلي اني مكوانسي اني مقرد شوية الحاج والله اني مقرد شوية الحاج مكدبش عليك اني مقرد خير ان شاء الله هارك تعرف اني ندير شوية سبور مع الحاج هارك تعرف ورا قم ديرو سكوار تتاني الحاج الريتور داد وصلنا لفترة فيديو لكيب سين فيديو فيها لكم في المون في الدار بسكونا كراس خياتي جسبر كنت كن عجبتكم اذا عجبتكم ديرو جام ابرتجوها في طوري انستغرام صافي توجور بليزير يكونتيني اغسبكتي لغاية لكيب راكم زوينين راكم طوب راكم فور عبر هادوك لهم يديروا لشان بس يشيروا المطلوع حتودونا في دهية ما قلناش نحسن بولا زيرو لا 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 لا